بيكم في حلقة جديدة من At Showtime. بعد أيام تحديداً في 17 مايو الحالي بيوافق عيد ميلاد واحد من أهم الفنانين في مصر والمنطقة العربية كلها، وهو الزعيم عادل إمام اللي قدم للفن عشرات الأعمال الفنية على مدار مسيرة وتاريخ ممتد لأكثر من 60 سنة. خلال المسيرة دي كان في تنوع كبير في اللي قدمه عادل إمام ما بين المسلسلات الإذاعية والمسرحيات والسينما والتلفزيون، وكتير من الأعمال دي فاكرين منها مشاهد كتير بكل تفاصيلها، وفيلمين منهم تم اختيارهم كأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وده من خلال الاستفتاء اللي اتنظم بمناسبة مئوية السينما المصرية سنة 1996، وهم الأفوكاتو واللعب مع الكبار. خلونا نشوف دلوقتي مشاهد من أبرز وأهم أعمال النجم الكبير عادل إمام، وبعدها هنرجع مع حضراتكم في الاستوديو مع ضيفنا المؤرخ الفني أستاذ محمد شوقي عشان نتكلم أكتر عن مسيرة النجم عادل إمام. أستاذ محمد، برحب بحضرتك معنا في الحلقة النهاردة، والحقيقة أن احنا سعداء بوجودك وسعداء كمان أن احنا بنحتفل بمرور 84 سنة يعني ميلاد بقى الزعيم عادل إمام، وهنتكلم في تفاصيل كتير ونحكي في حكاوي كتير أنا متأكدة منها، يعني على أيقونة الفن المصري اللي ما بيختلفش على محبته اتنين. ومن رأيك بقى يعني إيه سبب التأثير القوي والكبير للزعيم عادل إمام في الشخصية المصرية؟ أنا اللي برحب بحضرتك قوي أستاذ سمر وبكل البرنامج، وسعيد جدا إني أكون في احتفالية كبيرة للنجم الكبير الزعيم عادل إمام، نجم العصور كلها وكل العصور. طبعا عادل إمام هو قطب من أقطاب الفن العربي وهرم من أهرامات الفن العربي بلا جدال. وأنا بشوف إن الزعامة الفنان الكبير عادل إمام لما سئل مثله الأعلى في الحياة ما قالش الفنان فلان أو الفنان فلان، قال الحارة المصرية. من هنا بيكمن سر الزعيم عادل إمام، الحارة المصرية، هو تشبع بالحارة المصرية. الدم المصري كله كان بيجري في عروقه، قدر يجسد كل الشخصيات، الشخصيات المهمشة والشخصيات المتوسطة وحتى علية القوم، قدر يجسدهم باقتدار. عشان كده وصل لكل الناس، عادل إمام وصل لكل الناس مش بس في مصر، في الوطن العربي. عشان كده كان تأثيره تأثير قوي وفعال من أجيال، جيل ورا جيل ورا جيل، ما حدش يختلف على قيمة وتأثير الزعيم عادل إمام. يعني موضوع إن اللي اكتشف النجم عادل إمام ده موضوع فيه لخبطة كتير، مين بقى الحد الحقيقي المكتشف لعادل إمام؟ أنا عايز هنا يعني أحدد نقطة مهمة قوي. طبعا هو كان بيمثل في المسرح التلفزيون، وكان بيمثل روايات من الروايات ميليو دراما. فكانوا بيدوروا على، كان في مساعدة مخرج اسمها فايزة، كان بيدور على، كان عبد المنعم الدبولي مخرج مسرحية أنا وهو وهي، كانوا واقفين على صبي المحامي أو وكيل المحامي، وكيل المحامي دسوق أفنجي، الدور ده كانوا واقفين عليه. فجاء ناس كتير ما كانش مقتنع خالص عبد المنعم الدبولي، لان كان بيقول انه عايز يشوف شكل رفيع وغلبان وباين عليه الغلب يعني، فما كانش في كل الموجودين حد يناسب فكره عبد المنعم الدبولي. فمساعده المخرج دي قالت له انا بشوف في واحد اسمه عادل امام، فراح شاف عبد المنعم الدبولي قال له برافو، قال له تمام تيجي تشتغل معانا، قال له بس انا بشتغل في الميليو دراما في التراجيدي مش بتاع كوميدي، قال له جرب وهتشوف. وفعلا عمل بروفات قدامهم، كان موجود فؤاد المهندس وعبد المنعم الدبولي وشويكار وكل ستاف المسرحيه، لقاهم بيضحكوا. أيوة. جميل، عجبه قوي دور دسوق افندي وعمل المسرحيه. فؤاد المهندس هنا يعني عبد المنعم الدبولي الاول، فؤاد المهندس الاستاذ الكبير لما لمح ان في لا ده ممثل نجم، زود له المشاهد، زود له مشاهد. أوكي. وكان كل يوم يعني هو كان بيدخل الاول ما كانش حد بيسقف له، عبد اللي هو عادل امام، لما كان بيخرج الناس بتسقف له. ففؤاد المهندس حس بان في مولد نجم كبير، زود مشاهده. وفؤاد المهندس وبعد كده قدمه في اكتر من مسرحيه وفي اكتر من فيلم، يعني بدا معاه سينما مسرحيا وسينمائيا. فكده نقدر نقول مين في الاخر؟ عبد المنعم الدبولي طبعا وفؤاد المهندس. وفؤاد المهندس قال جمله شهيره جدا، اكتشافي لعادل امام اذا كما لو كنت اكتشفت امريكا، يعني حاجه احساس. وهو قال ابن البكري
ابن البكري عادل إمام واكتشافه له كما لو كان اكتشاف لأمريكا. دور المخرج حسين كمال وفاطين عبد الوهاب في تقديم عادل إمام بقى للجمهور. هو طبعا كان المخرج الكبير حسين كمال من المخرجين العظام طبعا في تاريخنا كله، كان لسه راجع من باريس وكان بيشوف مسرح التلفزيون، كان ايضا في مسرح التلفزيون فبيتعرف على كل اللي موجودين في مسرح التلفزيون، فشاف عادل امام فقال له ما ينفعش انت، لا انت ممثل كوميدي. قال له انا ممثل برضو، كل اللي يشوفه له ممثل كوميدي مع انه بيمثل كله تراجيدي وادب عالمي. فاداله دور صغير جدا في مسرحيه اسمها ثوره قريه، دور بياع عسليه، كان اول دور احترافي. هو كان يقول لعادل امام ربنا يديله الصحه طبعا، قال ده اول دور احترافيا له، مسرحيه اسمها ثوره قريه مع حسين كمال، وكان قايم بدور بياع عسليه بينادي بالعسليه في المسرح وحواليه بنات وفرق استعراضيه فيه، ودي كان اول حاجه في الكوميدي. بعد كده هقول المخرج الكبير فاطين عبد الوهاب، طبعا هذا المخرج العملاق اللي بيعد من المخرجين اللي أسسوا أو من صناع البهجة والسعادة في تاريخنا كله، اكتشف عادل إمام في السينما، يعني اداله فرص كتير، اداله فرص انه ومع مين في افلام مهمه زي افلام شاديه وصلاح ذو الفقار، وافلامه مع كمان مع حسن يوسف ونجات مراتي مدير عام، وعمل مع حسن يوسف ونجات في سبع ايام في الجنه، ويعني كل ده فاطين عبد الوهاب. فاطين عبد الوهاب نوعه في اكتر من عمل، يعني اشتغل معه اكتر من حوالي اكتر من عشر افلام، وكلهم كان جمهور بدا يعرف عادل امام اللي هو كان بيقوم بدور صديق البطل في تلك الفتره يعني، وكان بيقوم بدور مختلف عن صديق، يعني صديق البطل اللي اعتدنا عليه قبل كده كان عادل امام بيقدمه بشكل غير اللي احنا متعودين عليه بالظبط، ونجح في كده وبدا يخطو كرامه زوجتي واضواء المدينه حاجات كتير، وبدا يخطو خطوات كل خطوه أفضل من اللي قبلها، وبدأ اسمه يتعرف أكتر وأكتر. طيب سؤال برضو في المرحلة دي، يعني في المراحل الأولى في أدوار عادل إمام الصغيرة كان بيتكرر ظهوره مع شادية، هل شادية ليها دور في ده؟ دايما الزعيم عادل إمام كان دايما يعني لما يتكلم عن شادية يقول السيدة شادية أكتر من الناس اللي وقفت مع اللي وقفت جنبي كتير كتير. يعني أول ظهور له سينمائي مميز كان في مراتي مدير عام سنة 66، بعد كده كرامة زوجتي أو عفريت مراتي، كرامة زوجتي، نص ساعة جواز، أضواء المدينة، والمسلسل الإذاعي اللي كان مكسر الدنيا وقتها مسلسل اسمه صابرين. كان عادل إمام في اشتغل معاه كمان إذاعة، وعملوا مع بعض يعني جماهيرية كبيرة قوي. كان يقول أنا استفدت من شعبية شادية، شادية كانت نجمة شباك أولى طب. وكان كل الجمهور بيلتف حوالين أفلام شادية، وشادية كانت في فترة الستينات في أوج نضجها الفني وعملت أفضل أفلامها السينمائية كان في فترة الستينات، وكانت أفلام كلها جماهيرية. وجود عادل إمام طبعا الجمهور عارف عادل إمام أكتر، شادية حتى هو كان لما نعاها لما توفت في 2017 قال شادية وكفى، يعني هو كان دايما يقول شادية كانت حقيقة، حقيقة وهي بتمثل وحقيقة وهي معتزلة. فهو كان بيحترم جدا وبيقدر قيمة فنانة شادية، قيمة الفنان العظيمة شادية رحمة الله عليها. إسماعيل ياسين من أبرز طبعا الكوميديانات والفنانين العظماء فعلا، ويمكن اتكلمنا مع حضرتك مرة في حلقة عنه، ده جيل قبل الجيل بتاع عادل إمام ونفس شوية المدرسة الكوميديا شوية، يا ترى علاقتهم ببعض كانت عاملة إزاي؟ هو لم يلتقي عادل إمام بالفنان الكبير إسماعيل ياسين في عمل فني، مع أن كان في وقتها يمكن كان إسماعيل كان بداية ظهور عادل إمام وبداية بزوغ نجمه، كان إسماعيل ياسين يعني بدأ شغله يقل في السينما، وبدأ يعني خلاص يعني بدأ إسماعيل ياسين ما يبقاش في الوهج بتاع إسماعيل ياسين اللي احنا اللي الجمهور اعتاد عليه. لكن كان في اقتراح لبعض الرفقاء إسماعيل ياسين انه يضم فرقة إسماعيل ياسين المسرحية وجوه جديدة زي سمير غانم قبل ما يكون الثلاثي، قبل الثلاثي سمير غانم وعادل إمام. لكن إسماعيل ياسين ما كانش بعيد النظر، يعني في الحتة دي ما كانش بعيد النظر، لأن كان حس إن هو ممكن الشباب الجداد دول يعني يستقطبوا جمهوره عنه أكتر منه. ف
فاعتذر عن الفكرة أو ما تقبلش فكرة إن يكون في وجود شابة موجودة معاه في في الفرقة. وده كلام إحنا سمعناه من ناس مقربين جدا لوقتها للنجم الكبير الأستاذ إسماعيل ياسين. إيه أول فيلم نقدر نقول إن هو عمل نجاح كبير لعادل إمام وبقى بطل ساعتها فعلا في شباك التذاكر وبدأ نجاحه أو نجوميته من هنا؟ أنا عايز أقول حاجة. فترة عادل إمام، عادل إمام كان نجومية السينما بدأت معاه في أفلام أدوار تانية، أدوار تانية، وبعد كده بدأ يعمل فيلم لصوص لكن ظرفاء. ده كان آخر أفلام الفنانة الكبيرة ماري منيب، وكان في نهاية الستينات. الفيلم ده كان تقريبا بطولة مشتركة مع أحمد مظهر. بعد كده رجع يعمل أفلام السبعينات، أفلام مثلا الشياطين والكورة، الكل عايز يحب، أنيسات وسيدات، مغامرون حول العالم، مجموعة أفلام خفيفة لكن فيها عادل إمام. لا، الناس بدأت تعرف عادل إمام وناس بدأت تدخله. هنقف عند البحث عن فضيحة. البحث عن فضيحة عمل إيرادات كبيرة قوي ونجاح كبير قوي، لكن ما كانش البطل عادل إمام. صح، كان بطولة جماعية، وكان الفيلم ده كان مليان نجوم مصر كلها كان في الفيلم ده. لكن أنا هقول أنا أستوقف سنة 78. سنة 78 أنا بشوف إن دي مرحلة نجومية عادل إمام الساحقة. بدأت بفيلم المحفظة معايا. المحفظة معايا، نورة وسمير صبري والمخرج محمد عبد العزيز. دي كان لهذا الفيلم. الفيلم ده حقق إيرادات تفوق الخيال. وبدأ عادل إمام يكتب عنه في الجرايد وعواميد ومقالات بسبب فيلم المحفظة معايا. وهو نفسه قال قبل كده الزعيم عادل إمام إن الفيلم ده خلاني خلاص بقى نجم. في نفس السنة عمل رجب فوق صفيح ساخن مع ناهد شريف وسعيد صالح والبعض يذهب للمأذون مرتين، ودي كانت بطولة جماعية مع نور شريف وسمير غانم. فلكن يظل فيلم المحفظة معايا هو الفيلم اللي بدأ فيه نجومية عادل إمام الكاسحة. أستاذ محمد، عندك تعليق أو إضافة على التقرير اللي شفناه؟ لا، ده أنا بشوف إن فعلا تقرير جميل جدا وتقرير شامل لكل أو لأبرز المؤلفين اللي تعاونوا مع الزعيم عادل إمام. وحقيقي بجد التقرير شمل كل المؤلفين بطريقة يعني فعلا تستر على الانتباه، يعني حقيقي فعلا، خاصة المؤلف الكبير أستاذنا الأستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. تمام. من ضمن الأفلام اللي لفتت نظري وإحنا نفرج على التقرير الفيلم بتاع غاوي مشاكل مع نورة. فيلم جميل جدا بالرغم إن هو مش بيتعرض كتير. هل كان فيه كواليس أو حكاية معينة تخص الفيلم ده؟ أنا عايز أقول حاجة في فيلم غاوي مشاكل. الفيلم ده كان المفروض ان المنتج الكبير واصف فايز افلام مصر العربيه كان بيمر بتعثر مادي وخلاص كان فالفيلم قال له هنعمل فيلم. فالفيلم ده عادل امام، هنجيب عادل امام وهنجيب نوره معانا والمخرج محمد عبد العزيز طبعا، توليفه غاوي مشاكل. فالفيلم يلقى نجاح جماهيري منقطع نظير. الفيلم انتاج 1980، من الافلام اللي مش الكوميديا اللي هي الواضحه والمباشره، لا دي كوميديا رومانسيه مغلفه بشكل رومانسي بين عادل امام ونوره. الفيلم نجاح عظيم جدا، خلى وكان واصف على كلام الزعيم عادل امام كان هيهاجر يعني خارج مصر، خلاص استقر وبدا يعمل سلسله افلام مصر العربيه اللي هي عملت افلام كتير في الثمانينات. يعني بسبب الفيلم ده شركه انتاج افلام مصر العربيه برضو استمرت. ايوه، المشبوه وغير افلام كتير مع عادل امام وغير عادل امام. فيظل هذا الفيلم فيلم من الافلام المهمه جدا. وعايز اقول حاجه كمان قالتها الجميله الاستاذه اسعاد يونس صاحبه السعاده. كان إسعاد يونس قايمة بدور تاني في الفيلم، كانت البطلة نورة وكان معها النجمة الكبيرة أستاذة إسعاد يونس. فأوعدها قال لها هتعملي الفيلم ده معايا والفيلم الجاي هتبقي بطلة قدامي. لفت الأيام في نفس يعني في نفس السنة طلبها فيلم شعبان تحت الصفر بطلة. صح. فحست إن عادل إمام لا ما كانش بيقول كلام اللي مجرد لسه ممثلة بتبدأ جديد أو وعد، لا، وبالفعل عملت معها شعبان تحت الصفر وكان فرق كبير جدا مع النجمة الأستاذة الكبيرة إسعاد يونس. وبعد كده عمل معها المتسول والأفوكاتو يعني مجد سينمائي عريق طبعا. والفيلم من الأفلام اللي أنا بشوفها بتصنف أفلام كوميدية رومانسية جميلة، خاصة مزيكة دكتور جمال سلامة. أيوة.
المزيكا جميلة قوي قوي. وعادل إمام كان مختلف، بدأ يعمل أعمال مختلفة بعيدة عن الكوميديا المباشرة. طب إيه أبرز الثنائيات اللي الزعيم عادل إمام عملها مع الفنانات؟ عادل إمام، الزعيم عادل إمام، أنا بشوف إن هو ما سابش فنانة إلا وقدم معها ثنائيات عبقرية. يعني سهير رمزي في أفلام زي أنسات وسيدات وممنوع في ليلة الدخلة وخلي بالك من عقلك اللي قال فيها الجملة الشهيرة أنا ركب حديد، ولو تفتكر حضرتك فيلم جميل جدا. مفيش حاجة يعني الأهل حديد طبعا مفيش حاجة، أعتقد يعني أجيال كتير حقيقي فاكرة اللي جاي واللي راح واللي قبله، كل المشاهد احنا فاكرينها بالضبط. ومع ميرفت أمين في واحدة بواحدة والبحث عن فضيحة مع مديحة كامل في أكتر من فيلم، مرجان أحمد مرجان ده فيما بعد وكمان مديحة كامل انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط الجحيم، كذلك مع لبلبة، عمل مع لبلبة ثنائية جميلة جدا. جميل. يعني من أول لما سرقوا الفلوس وجريوا عصابة حمادة وتوتو كانت بدأت بخلي بالك من جيرانك، بس عملوا مع بعض قبل كده بس ما كانوش أبطال في فيلم اسمه برج الحظ. فده ما كانش البعض يذهب للمأذون مرتين، والبعض يذهب للمأذون مرتين، وزي ما قلت لك فيلم خلي بالك من جيرانك واحترس من الخط، وبعد أيوة كده وعريس من جهة أمنية، ومسلسل صاحب السعادة. صح. لا يعني حتى لبلبة كانت بتقول ان الجمهور كان بيحب يشوفها قوي مع الزعيم عادل إمام، الجمهور حب قوي ثنائية عادل إمام ولبلبة. ايوه يعني كانوا بيحبوه مش فيه مع بعض. حتى هقول لك حاجه كمان، الاستاذه لبلبة كانت قالتها لي قبل كده، قالت كل ما حد يروح كل ما كانت تروح في حته يسالوها اخبار عادل امام ايه، كما لو كانت هي فرد من افراد اسره الزعيم عادل امام حقيقيه يعني. أيوة. وده ان دل على شيء بيدل ان الجمهور فعلا حابب الثنائيه دي. طب يسرى، ما كلمناش على ثنائيه انا بشوف يسرى هي الثنائيه الاهم في ثنائيات الزعيم عادل إمام. يعني حوالي 17 فيلم من أمتع وأجمل الأفلام اللي اتعملت في الفترة دي، من أول ليلة شتاء دافئة وعلى باب الوزير وكراكون في الشارع والمنسي وطيور الظلام والإرهاب والكباب والمولد، هنقول إيه ولا إيه ولا إيه، ورسالة إلى الوالي. لا أفلام جميلة جدا وأفلام عاشت معانا. يعني الأفلام دي عاشت معانا بطريقة بكل مشاهدها، يعني بكل تفاصيلها من جيل لجيل. أيوة. يعني أنا بشوف ثنائية الزعيم عادل إمام والنجمة الكبيرة يسرى هي الثنائية الأهم في ثنائيات الزعيم عادل إمام. كان في تعاون وحيد مع النجمة نادية الجندي في فيلم خمسة باب، والفيلم ده واجه مشاكل كتير، يا ترى ايه السبب؟ زي ما عادل إمام كان بيقول على الفيلم ده، بيحكي حكاية جميلة قوي، بيقول ان بطلة الفيلم النجمة الكبيرة نجمة الجندي الأستاذة نادية الجندي في الفيلم ده عملت كل حاجة بخور، وكانت يعني بتذبح وكانت بتعمل حاجات ورؤيه شرعيه وحاجات من كتير قوي عشان يعني ايه العين عشان العين والحاجات دي والحسد، وخايفه على الفيلم يعني من الحسد. ويقول عادل امام الزعيم عادل امام ربنا يديله الصحه، الفيلم الوحيد اللي اتمنع عرضه يعني بعد كل اللي عملته النجمه ناديه الجندي. وعايز اقول لك ان الفيلم ده ظل حوالي اسبوعين سنه 83، اول عرض له كان في اغسطس 83. الجمهور كاد ان يحطم السينما من كتر من الناس عايزه تدخل الفيلم، جمهور غفير لدرجه ان اداره السينمات استدعت الامن عشان ينظم الجمهور الدخول لان الجمهور الدخول على قدر التذاكر الموجوده. والاول مره في شباك التذاكر تتعمل حفلات اضافيه وحفله منتصف الليل تتعمل بسبب الفيلم ده. يعني معنى كده ان الفيلم نجاح رهيب في اسبوعين. فجاه الفيلم اتوقف عرضه أو منع عرضه بقرار من وزير الثقافة، لأنه في مشاهد أو في كلام، وطبعا الفيلم أخذ تصريح من وزارة الثقافة وأخذ تصريح من الرقابة. صحيح. لكن ورفعوا قضية، الفنانة الكبيرة نادية الجندي مع المخرج الأستاذ محمد مختار رفعوا قضية وكسبوها بعد 8 سنين. يعني بعد 8 سنين بدأ الفيلم بقى يتعرض في السينمات. كان ساعتها الفيلم نزل اتطبع على شرائط فيديو واتباع
في البلاد العربية والبلاد الأجنبية. طبعا الفيلم ما كانت شاف فلما نزل في أوائل التسعينات طبعا أو في أواخر الثمانينات طبعا الفيلم ما كانش ما بقاش بنفس الرونق بتاعه لما نزل أول مرة. بالضبط خلاص الناس شافته، معظم الناس كانت شايفاه. هل في أفلام النجم عادل إمام عملها وندم عليها؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة أو في الفيلم أو في النقطة دي، في فيلم الحريف، الفيلم ده سنة 83، فيلم الحريف من الأفلام اللي أنا بشوفها من الأفلام العظيمة جدا للزعيم عادل إمام. والفيلم ده من طبعا كان المفروض يعمله النجم أحمد زكي. الله يرحمه. عادل إمام هو متعود إنه يبقى له فيلمه ينجح، خاصة في الفترة دي، فترة ما بعد سنة 78 لغاية إلى وقتنا هذا، نجح باكتساح ونجاح مدوي. فاتعاون مع محمد مخرج الكبير محمد خان مع والمؤلف بشير الديك بعد ما استبعدوا النجم أحمد زكي، وقال نجيب عادل إمام. وفعلا عادل إمام الزعيم عادل إمام رحب بالفكرة، فكرة جميلة، وحيتعاون مع مخرج جديد أول مرة يتعاون معه. الفيلم على المستوى الفني هو فيلم عظيم جدا، فيلم عبقري، فارس والشاب اللي بيلعب كورة واللي جواه أحلام وطموحات، وهو طموحات وأحلام بتاعت الشارع المصري كله جوه فارس لاعب الكورة ده اللي هو عامل في المصنع وبعد كده لاعب في الكورة. وتشوف الجمل، أنا هلعب مع الخسران وزمن اللعب انتهى، الحاجات دي شوفي حضرتك الفيلم ده. فالفيلم على قد نجاحه الفني لكن الفيلم فشل في السينما. فوقتها عادل إمام ندم طبعا على التجربة دي، لأن عادل إمام ما كانش عنده وقت إنه فيلم يفشل. أفلامه ناجحة، كانت بتنجح بنجاح كبير، إيرادات وأصبح أغلى نجم وأعلى إيرادات. فيلم يفشل منه جماهيريا في تلك الفترة دي كبيرة قوي وبتبقى تقيلة جدا على نجم الجماهير. فطبعا ندم على الفيلم ده، لكن مع مرور الوقت تم إعادة اكتشاف الفيلم ده من الأجيال الجديدة. وده أنا أحب أقوله قوي يا أستاذ السمر، إن الأجيال الجديدة اللي بتتفرج على السينما أعادوا اكتشاف فيلم الحريف، أعادوا اكتشاف الفيلم الجوهرة كما لو كان جوهرة أعيد اكتشافها من جديد. فيلم الجمل، الحوار، السيناريو، كل حاجة ليها معنى، المشاهد، الإخراج. وده فيلم من الأفلام العظيمة جدا. وكنا نتمنى أن عادل إمام يتعاون مع محمد خان في أكتر من تجربة. موسيقار كمان كان هاني شنودة مشارك فيه. أيوة تمام يعني أيوة، كل حاجة في الفيلم كانت بجد يعني من مزبوطة. الأفلام العظيمة جدا طبعا، اللي لا يمكن الواحد أن ينساها. هل في أفلام النجم عادل إمام اعتذر عنها وبعد كده صنعت نجومية ممثلين تانين؟ ده كتير. زي إيه؟ يعني أولاً في فيلم سواء الأوتوبيس، سواء الأوتوبيس ده كان أساساً بتاع النجم عادل إمام. وعادل إمام لما قرى السيناريو قال البطل في الفيلم الأحداث مش الشخصية، مش الشخص، مش شخصية حسن اللي قام بيها باقتدار طبعاً النجم الكبير نور الشريف رحمة الله عليه، وأخد عنها جايزة دولية. يعني كان أول جايزة دولية يحصل عليها النجم نور الشريف في مسيرته. وبعد كده كمان فيلم يعني من الأفلام اللي كمان اعتذر عنها الزعيم عادل إمام كان فيلم البواب للنجم أحمد زكي، كان معروض على عادل إمام الأول، ويقال إنه خلاص بدأ يبروفات لكن انسحب من الفيلم. أيضا فيلم الكيت كات للنجم الكبير أستاذنا أستاذ محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، ده أيضا من الأدوار اللي كانت معروضة على النجم عادل إمام. ولسبب ما أو لاختلاف وجهات النظر بينه وبين المخرج الكبير أستاذ داود عبد السيد اعتذر عن الدور فراح لمحمود عبد العزيز. ولو تلاحظ يا أستاذ سمر إن الثلاث أفلام دول أهم ثلاث أفلام في كل لكل نجم، يعني أهم فيلم في مسيرة نور الشريف سواء الأوتوبيس، أيوه، من أهم أفلام أحمد زكي البلبوات، ومن أهم أفلام النجم محمود عبد العزيز الكيت كات. حتى أفلامه اللي كان بيعتذر عنها لأسباب تخصه، مش الأسباب، مش بالأسباب للفيلم، مش لأن الفيلم مش عاجبه، لا، ممكن ليه وجهة نظر في الفيلم، بتكون هذه الأفلام هي جواز مرور أو شهادة ميلاد جديدة للنجم اللي بيقوم بهذا الدور. كان في منافسة سينمائية قوية بين النجم عادل إمام والنجم أحمد زكي على الأدوار. نقدر نقول إيه أبرز يعني، مش عايزة أقول يعني النزاعات، على قد ما أنا عايزة أقول إيه أبرز الأدوار اللي اتخذت بين ده وده، وهل ده أثر كمان على علاقتهم الشخصية ببعض؟ شوف أنا هقول لحضرتك حاجة، هو دايما في يتقال في خلافات ونزاعات زي ما حضرتك قلتي بين أحمد زكي وعادل إمام.
انا بشوف ان مفيش ولا ده صرح بده قبل كده ولا ده صرح بده قبل كده. والاثنين كانوا بيعملوا حوارات صحفيه كتير وتلفزيونيه كتير. وكان لما بتيجي سيره عادل امام للنجم احمد زكي بيقول عنه كلام جميل جدا والعكس. هو الموضوع بدا يعني الموضوع بدا بفيلم حب في الزنزانه. المفروض حب في الزنزانه كان اللي هيقدمه احمد زكي وفردوس عبد الحميد. اوكي. فلما كانوا عملوا مع بعض فيلم طائر على الطريق قبليه بسنتين تقريبا، فطبعا المخرج محمد فاضل قال مش خلاص هنجيب اللي نفس البطلين دول في لا، فاستبعدوا وجاب سعاد حسني وعادل امام. طبعا زعل احمد زكي لان كان دور مهم قوي، وكان شايف انه دور مهم وهيفرق معاه، وكان لسه احمد زكي بيتحسس خطواه في طريق النجوميه. الى جانب لما 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 في حوار صحفي اقتزق لاحمد زكي قال الايرادات ومش الايرادات، فجاب سيره في الحوار ناديه الجندي وعادل امام، طبعا اقتزق منه الكلام. طبعا احمد زكي صار وراح راح للصحفي ده وقال له انا الكلام ده ما حصلش، واتصل بالزعيم عادل امام وعرفه ان ده كلام متفبرك او كلام غير صحيح، مش متاخد كما بالصح إيه هو. وكلام غير صحيح، واتصل بالنجمه الكبيره ناديه الجندي وقتها. وده كلام يعني قاله احمد زكي في حوار تلفزيوني له موجود يعني هذا الحوار، وبيقول ان ليه احنا كلنا زملاء وكلنا ممكن يكون في ازعل من زميلي ده وزميل ده يزعل، لكن مش لدرجه ان احنا ممكن يكون في خلاف بيننا. وهتشوفي حضر في صوره حضر فيها الزعيم عادل امام او النجم الكبير عادل امام في فرح احمد زكي وهلا فؤاد الله يرحمهم، وكان واقف والصور معاهم وكان عايق والحياه مفيش مشاكل ومفيش حاجه. ايوه بالظبط، يعني يمكن المشاكل دي كانت مشاكل نزاعات على الافلام عادي، دور جاي لي انا عايز اخده، مش بقدر نزاعات على الافلام. وكمان فيلم الحريف ما تنسيش كمان ان فيلم الحريف ده كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لاحمد زكي. احمد زكي خبط دماغه في الحيطه بندما على ضياع فرصه فيلم الحريف. ودي حقيقه وقالها قبل كده المخرج الكبير محمد خان. فندما لان كان الفيلم ده كان هيفرق معاه جدا وكان هيعمله بالطريقه، فندما على الفيلم. فده كل ده خلى بعض الاقلام تكتب ان في خلافات خلاف بين الزعيم عادل امام والنجم الكبير احمد زكي. والخلافات دي انا بشوفها انها خلافات صحيه، مش خلافات صحيح. مش خلافات جوهريه. ايوه. مين اكتر المخرجين اللي اشتغلوا مع النجم عادل امام؟ هو اشتغل مع كتير قوي. هو عادل امام اشتغل مع مخرجين كتير زي من اول فطين عبد الوهاب ومحمود زلفقار في بداياته، وبعد كده هنلاقي مسيرته نيازي مصطفى، حسام الدين مصطفى. كمان اشتغل يعني انا بشوف ان محمد عبد العزيز المخرج اللي انا يعني بشوف ان هذا المخرج لم يلقى حتى الان التقدير والتكريم اللائق بمسيرته الفنيه الجميله جدا. اكتر مخرج علم قوي في مسيره النجم الزعيم عادل امام محمد عبد العزيز. حتى لما سئل عادل امام عن المخرج عن محمد عبد العزيز كان يقول ايه؟ قول انا ما اشتغلتش ايه مع محمد عبد العزيز، ما تقولش اشتغلت ايه مع محمد، قول ما اشتغلتش ايه. من كتر النجاحات هو طبعا عمل معاه حوالي 15 فيلم كتير، لكن من كتر النجاحات 15 فيلم انجح من كل فيلم انجح من الثاني. خلي بالك من عقلك وغير مشاكل. كان اخرهم حنف كان اخرهم حنف القبعه سنه 1990، وكان اولهم كان فيلم جنس نعم. كان هو كان البطل مع ماجده الصباحي وسمير صبري. واخرهم وعمل مع المحفظه معايا والبعض يذهب للمأذون مرتين وغاوي مشاكل وافلام وثنائيته مع لبلبه عمل مع كله يعني. ومحمود محمد عبد العزيز هذا المخرج العبقري الجميل جدا من المخرجين اللي عرفوا يوظفوا نجوميه عادل امام. وده فعلا اللي وخلي بالك من عقلك يعني ده فيلم عظيم مع شريهان. اخراج ايضا المخرج الكبير استاذ محمد عبد العزيز، شوف حضرتك ومزيكه عمر خيرت. يعني لا يمكن ننسى ابدا الجمال اللي كان في المزيكه بتاعت عمر خيرت في خلي بالك من عقلك، وقد ايه عادل امام تفوق. عادل امام الرومانسي الممثل الرومانسي تفوق على عادل امام الممثل الكوميدي في ذلك الفيلم. صح. يعني محمد عبد العزيز وايضا سمير سيف المخرج الكبير سمير سيف في افلام عظيمه زي الغول، المشبوه، احترس من الخط. يعني مسيره سمير سيف مع عادل امام مسيره كبيره. صح. ونادر جلال مش هننسى ايضا نادر جلال اللي بدا يعمل معاه افلام جماهيريه كبيره جدا، وافلام زي مثلا منهم الثنائيه بتاعت بخيت وعديله
اللي كانت مكسره طبعا الدنيا من الحاجات سلسلة وجزيره الشيطان وغيرها من ولا من شاف ولا من دري. ده كان اول افلام بينه وبين نادر جلال، ولا من شاف ولا من دري. فنادر جلال عمل معاه ثنائيه كبيره قوي وعظيمه، وفي نفس الوقت انا عايز اقول مفيش مخرج اتعامل مع عادل امام الا والاثنين نجحوا مع بعض، عشان كان في استمراريه. محمد عبد العزيز، نادر جلال، سمير سيف، وفيما بعد شريف عرفه. تعليقك على التقرير يا استاذ محمد. طبعا انا بشوف ان التقرير طبعا من الحاجات الشامله الجامعه لمسيره عادل امام، اللي هي بتؤكد ان هو ليس فقط ممثل كوميدي، هو ممثل كل الادوار. هنلاقيه مثل الدراما، مثل الماساه، مثل الرومانسي، مثل الاكشن، حتى الفانتازيا، مثل واجاد وابدع في كل انواع هذه الاعمال. والرعب كمان. والرعب ايوه. في يعني عمل فيلم الانس والجن، ده من الافلام اللي فعلا يعني ايقونه من ايقونات افلام الرعب. ايوه يعني لما نقول افلام الرعب في تاريخ السينما المصريه، الانس والجن ممكن يتحط نمره واحد او اتنين، يعني من الافلام العظيمه اللي اتعملت. فهو استطاع انه يؤدي هذه الادوار بمنتهى البراعه والاتقان بشكل لا يضاهيه أي ممثل آخر. قضية الإرهاب والتطرف يمكن من القضايا اللي النجم عادل إمام تصدى ليها بأشكال كثير. يعني إيه الإضافة اللي الزعيم عادل إمام أضافها في النقطة دي؟ عادل إمام دي من مسيرة عادل إمام والتاريخ الفني، إنه ما كانش مجرد فنان عظيم بيأدي أدوار عظيمة على الشاشة، لا، فنان عظيم وله مواقف عظيمة. وهنا بيتجلى قيمة الفنان. قيمة الفنان اللي أنا بشوفها إن الفنان لازم يكون صاحب موقف، صاحب قضية، وصاحب رأي. وهنا في عايز في 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 فترة من الفترات في أواخر الثمانينات كان في طبعا حادثة الإرهاب الشهيرة في أسيوط، على في مصر، في قصر ثقافة أسيوط. فطبعا كان وقتها الجرائد كلها رأي العام كله عشان اللي حصل في أسيوط يعني، وناس طبعا ضد الفن وضد الجمال وضد الإبداع. فكان في فكرة قالها طرحها طبعا وتبناها الزعيم عادل إمام، طرح الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رحمة الله عليه، تبناها زعيم عادل إمام إنه يروح أسيوط، يروح أسيوط ويعرض مسرحيته هناك مسرحية اللواء السيد الشغال. طبعا الفكرة دي فكرة يعني، حتى وقتها كتب الأستاذ الكبير أحمد بهاء الدين لو هنحمي الفنانين بالدبابات هنعملها. وانا بشوف هنا زي ما قلت ان دور الفن ودور الفنان ان يكون لموقف، مش بس الفنان يؤدي ويمثل لا ليه موقف، قوه ناعمه يعني. وانا بشوف ان قمه وعظمه وجمال الزعيم عادل امام في هذه المواقف. طبعا خمس مسرحيات قدمها الزعيم عادل امام. طبعا في ناس شايفه، يعني بعض من الناس شايف ان دي عدد قليل جدا مقارنة بإنتاجه السينمائي، وفي بعض تاني شايف ان لا، ده المهم الكيف مش الكم. حضرتك يعني تقييمك ايه لمسيرة عادل امام المسرحية؟ هو انا لو قلت مسيرة عادل امام مسرحية تلاقيها كتير جدا، لانه عمل مسرح تلفزيون، عمل يعني عشرات المسرحيات التلفزيونية اللي ما اتذاعتش، وكان ساعتها ما كانش نجم. الى جانب لما بدأ مع فؤاد المهندس انا وهو هي وانا فين وانت فين وحالة حب، ثم مع امين الهنيدي في غراميات عفيفي والبيجامة الحمراء مع اللي كان فيها سعيد صالح أيضا. لكن مسيرة عادل إمام بدأت بما يعني كعادل إمام مسرح، هنقول مدرسة المشاغبين. يعني الناس كلها ما تيجي تقول عادل إمام كعادل إمام في مسرح، لا، مدرسة المشاغبين، ثم شاهد ما شافش حاجة، ثم الوثائق الشغال وبودي جارد والزعيم وبودي جارد. المسرحية دي أنا بشوف إن عادل إمام في كل مسرحية عمل، يعني كل مسرحية من المسرحية دي توازي 100 مسرحية فيما سواها. عادل إمام مسرحياته في ذاكرة الوطن العربي كله قاطبة. أي. أفلام عادل إمام في الألفية يعني نقدر نقول مع المؤلف يوسف معاطي كانت منتشرة مع الأجيال الجديدة وبتتخذ كوميكس لحد دلوقتي، يعني تلاقيها بتنزل على السوشيال ميديا على كل حاجة. كان فكرته إيه في الوقت ده؟ إن يعني هل كان في فكر معين بيقدمه الزعيم عادل إمام عشان يفضل مستمر مع أجيال بعد كده هتاخد مقتطفات؟ وده الجمال في عادل إمام، الجمال في عادل إمام إنه كان بينوع، ما كانش بيفضل مثلا مع مؤلف واحد فقط أو مخرج واحد فقط، لا، كان يعني الكاتب الأستاذ يوسف معاطي طبعا تعاون معاه في الفترة الأخيرة من في السينما وفي التلفزيون أيضا في الأعمال الدرامية. وكانت الأعمال دي أعمال جميلة، يعني سواء في السينما أو في الدراما. بدأ عادل إمام بشكل جديد، عادل إمام بشكل مختلف، بعيد عن عادل إمام السياسي
في افلام وحيد حامد، او عادل امام الكوميدي قوي في افلامه مع فاروق صبري المؤلف الكبير فاروق، او سمير عبد العظيم. فتلاقيه عادل امام لا اختلف مع يوسف معاطي، قدر يعمل التوليفه دي. ومش هننسى ان من اهم الافلام دي فيلم السفاره في العماره. السفاره في العماره ده من الافلام اللي يعني انا بشوف ان هي دي اهم حاجه عملها مع يوسف معاطي. هذا الفيلم، الفيلم عبقري، فيلم جميل اخراجا وتاليفا وتمثيل كل حاجه حتى فيه. الفكره والفيلم ده من الافلام اللي لغايه دلوقتي فعلا حتى الصور عادل امام في الفيلم منتشره، والمخرج عمرو عرفه، المخرج عمرو عرفه طبعا. والفيلم نفسه ايقونه موجوده على السوشيال ميديا، بالتالي ما فيش يوم بيعدي الا دايما يجي مشهد او صوره او جمله اتقالت في فيلم السفاره في العماره، يوسف معاطي وعادل امام الزعيم والمخرج عمرو عرفه. آخر سؤال عايز أسأله لك، تتفق أو لا تتفق عادل إمام هو فنان الشعب الأول في تاريخنا المعاصر؟ تمام، أتفق. وده اللي قاله عادل إمام لما سئل، قال أحلى لقب تحب تسمعه، قال أنا فنان الشعب وفنان الوطن العربي والشعب العربي، واللقب ده هو اللي بيسعدني جدا جدا جدا. وفعلا هتلاقي حضرتك هو هذا الفنان من المحيط إلى الخليج بيحب عادل إمام. ده حقيقي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، يعني بشكر ضيفي المؤرخ الفني محمد شوقي على كل المعلومات اللي قدمها عن مسيرة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، اللي بنبعت ليه ولأسرته كل التهاني بمناسبة عيد ميلاده. شكرا لمتابعتكم حلقتنا، تابعونا كمان على هاشتاج @showtime اللي ظاهر دلوقتي على الشاشة على فيسبوك واكس وانستجرام عشان تقدروا تشوفوا أجزاء من البرنامج، ولو حابين تشوفوا حلقتنا كاملة هتلاقوها موجودة على منصة واتشت.